واليس يا واليس، هذا تغدى عليا وهضر فيا شحال من مره. هذا النهار غتشوفوا نهار الله 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 شحال مرة تواصل معايا ومع متتبعات باش مسكين كيطلب مني سماحة، ودابا سمعني في طنجة وجا لعندي ياسين. ياك ياسين بلوكيو ولا بلوكيو؟ هادشي عندكم بحال هوليود بحال شي مبدل. صراحة السماحة اللي وصلت بها ما لقيتش فيا بوليس صراحة. أول كي صاني قلت له راه أنا وليداتي في البحر. صراحة قلت له أنا في البحر جا تابعني. قالت لي انا ما نصورش معاك لا والو. لا غنصور معاك ضروري. قالت لي نصور معاك وش، ولكن غنتاقم منك غنغرقك في البحر. لا لا ما قلتش عليك شتي كويس. كنت تصور تقدر تصور. هذه التحديات حمايه تجي شيماء. تجي شيماء غتحلو عليا تغرقوني في البحر. لا ما انا شوف ما نغرقش، انا غنقول بالخير ان شاء الله يا رب. المهم صحه جديده المسامح كريم سعاد خدم البيت الصراحه، رغم المعاناه اللي دازت عليها والظروف اللي دازت عليها، وانسانه مكافحه مدابزه مع وليداتها كتحاول مع الوقت مع الوقت ومع الزمان وكتخلق السعاده لوليداتها. باغا انسانه باغا تبقى مسالمه بعيده عن المشاكل بالرغم ان الانتقادات والناس كيشدوها وكيدمروها بزاف. غير شي طلول وكتبقى قويه كيف غتبقى شي مراه لان غتكافح من اجل وليداتها، وحده اخرى غتسمح في الاولاد وتسمح للراجل تعيش حياتها. باقا صغيره الحمد لله، باقا تزوج، هي ما بغاتش هذيك الطريق ديال الفساد كما كيتهموها. الحمد لله جمعات وليداتها وحضناتها وكامل عارف القصه ديال سعاد، انها امراه مكافحه من الزواج ديالها. من قبل ما تزوج كانت خدامه على والديها، كتتنقش هي عندها الصنعه ديالها سيده، كتتنقش العيالات، كتخدم كتضرب تمارات في الصباحات في نصف الليل باش تجيب لقمه العيش. الحمد لله كاملين كيدوزوا علينا ظروف، الدقه اللي ما تقتلك كتقويك. هادشي اللي وقع لسعاد دابا رغم المعاناه ديالها راه انسان عايش الحمد لله كيقوينا صدر ربي. قال لك طيحه ونوضه تلا الروضه الكاميرا حفيه داكشي اللي كيطيح حونا ودا الروضه. وان شاء الله يكون خير داكشي اللي روضه الاول مازال عمر طويل ان شاء الله، ومازال غتاخذي حقك بالقانون ان شاء الله. ان شاء الله الا ما خديتو هنا ناخذو عند الله. داكشي اللي كاين حقك غتاخذي بالقانون، ما كاينش ما حكينا لا حتى الا ما شفتوش بعيني هنا في هاد الدار ربما نموت انا قبل، راه ضروري حتى ياخذوا الله في داك الدار غناخذو غنشوفو بعيني والله. راه اللي كيتعدى ولا بد يجي الدور ديالو كيتعدى عليه الله سبحانه والله. راه غير شوف ان الله يمهل ولا يهمل، كيمتحنا وكيجربنا، وتا واحد ما يدوم هنا واخا يدير 120 عام ما يموت. الذنوب ديالك وليداتك حفره غنتحشاو فيها كاملين والذنوب واحد كياخذهم. داكشي اللي كاين واش ماشي كاين نفسك؟ بنتي الصغيره كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بك في تاعتنا ودارنا. شكرا شكرا عليك حيت طلبت السماحه من طاطا سعاد، وكنتمنى بالدعم حتى هو وتطلعوا من القناه. شكرا ليه على التواضع ديالو. شكرا ليه على التواضع ديالو حيت زعدنا وتلاقانا وجلس معانا وشاركنا انا و مشينا شاركنا بيناتنا الهضره وصافي. شكرا ليه بزاف. السلام عليكم المتتبعين، كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ كنشكر هذا الولد ياسين اللي جا عندنا ودار هذه المبادره هذه. التسامح راه مزيان، خاصنا نكونوا كنتسامحوا مع بعضياتنا، وانما قال لك ما تحفرش الحفره وتغرقها اكثر من القياس. راه اللي كيحفر وكيغرق اكثر من القياس اي واحد راه عنده عائلته وعنده خوته وعنده احبابه وعنده طاطيته. راه فهمتوا تعالى على راسي كنهضر، واحد راه خاصو يكون قلبه متسامح ولو يكون الصراعات والتناقض، يعني هاد المشاكل يكون قلبه متسامح، حيت ربي راه هو متسامح. هو كنديروها قداش قد راسنا وكيسامحنا سيدي ربي. كيكون الانسان ما كيصليش كيكون الله يستر، المهم كيدير بزاف ديال الذنوب مع سيدي ربي وكيسمح له الله سبحانه. وحنا بيناتنا ما خاصنا نتسامح، حيت غدا يقدر الواحد يموت على موت غفله ولا ظروف تجي حتى هو وما يسامحوش شخص اخر. من الاحسن الواحد يتسامح، حيت التسامح راها من شيم المسلم والمؤمن، وهذا الشيء راه زعما ماشي اي واحد كتكون فيه
يعني اي واحد، وانما خاصها تكون فينا حتى هاد المواصفات راه مزيانه تكون فينا باش نعلموها لولادنا باش كتستمر الحياه بالايجابيات. اما الا كان بيناتنا بيناتنا داك السموم ونكونوا حاقدين ونكون داكشي بقلبنا وهازينو حياتنا كامله، راه عمر شي واحد غادي ينجح، يبقى غير واحد فينا اللي ناجح. اذا ما يكونش النجاح العام لينا كاملين، وهذا هذا الشخص اللي كيكون بحال هكا راه غير الشيطان كيغرو، راه ما يربحش لحقاش، ما يربحش عائلته، ما يربحش بابه، ما يربحش المحيط به، اذا يربح غير راسو والشيطان كيغرو. وهذا الشيء ماشي مشيه من المؤمن، وهذا الشيء اللي كاين للمتتبعين فعلا كيفكروا غير بالفلوس، ما كيفكروش في الدار الاخره، كيفكروا بالفلوس، ما كيفكروش العير نسب الظلم الانسان على الباطل. انا هذا المشكل وقع لي مثلا مع سعاد دابا شحال انتقد، حتى كاين شي حوايج انتقد فيهم الصراحه قصحت معاه بزاف، ملي تلاقيت معاه الصراحه مرد قلت انا السيده شحال انتقدت فيها واستقبلتني احسن استقبال ورحبات فيا، ما قالت لي ان فعيت لك لا انا فلان وعارفاني وكانت كتفرج في الفيديوهات ديالي كنتاقدها وعطيتها للراس ما كتديرش، كي طلبت من السماحه قالت لي انت بحال خويا بحال ما عندكش الشر صافي المسامح ثاني صافي المسامح نديرو هكا ولا هكا دوري لي انت خير خير انا نعطيك شوف خير وخير ان شاء الله ربي ولا حنايا تنضحكوا والله الا انا قلبي بياض ملي شافني هكا كنهضر وهذا انا قلبي بياض والله العظيم اللي صدمت انا سعاد ما كنتش كنصحاب بحال كنت في الواقع الصراحه في الواقع بعيده بزاف بعد على اليوتيوب كما كتشوفوا سعاد في اليوتيوب راه في الواقع سعاد راه انسانه طيبه وغير بحالك وعادي ببساطه بزاف ماشي شي وحده اللي متكبره ولا اللي كتدفع عليك كبير او ما تصورش معاك ولا ما تقدش الوقت لا هذا ما كايناش كتضحك معاك عادي كدير اكثر من خوها وخا تلاقى معاك اول مره بحال هكا تعرفك وانت تحسبك ولدي ولدتك على 14 عام دابا انا عندي 40 عام وانت عندك 24 المهم انا ندير راسي تجوج على 14 عام ولدتك على 15 كاع هي هذيك راك ولدي طاطا سعاد انا عيطت طاطا سعاد صافي بقا تعيطي طاطا سعاد خالتي خالتي ولا خالتي ولا خالتي المهم عادي نودعوا المتتبعين من هذا الفيديو هذا ان شاء الله فيديو واحد اخر غيكون زويون ربما يجي عندنا الفاس ومرحبا بك عندنا الفاس ضروري ضروري غنجي انا وطامول الفرشة عندكم الفاس ضروري ان شاء الله مرحبا وتحياتنا لطامول الفرشة الرجل الشهم الرجل الغزال المرضي دميمتو اييه مرضي دميمتو والله الا الفرشة تيحمقني والله الا باغي تو غير ما تكفش صافي قسم بالله الا كان باغي كلشي بالمقدار ان شاء الله غنطلع الفاس عندنا واحد المجيء الفاس ضروري ان شاء الله وخبار فراس تكون فراسكم فرحة الجامع ان شاء الله والمتتبعين وكلشي غنشاركوا معكم ان شاء الله الفاس غتكون واحد المناسبة ان شاء الله غيكون فيها طعم والفرشة وانا ان شاء الله وخليوا لي مفاجأة ما قلت لكم شنو غادي يكون تما ان شاء الله تحية الام طامو الفرشة بعدا اللي ولداتو تحية الام طامو الفرشة انا كنت شفت ديك المرأة مسكينة درويشة ربي فرحها بداك الوليد الله يخلي لها بحال اللي صلى على النبي تبارك تبارك الله ما شاء الله بحال اللي فيها عشرة الله يخلي لها الله يخلي لها ويطول الله الله في عمرها تشوف وليداته ان شاء الله وبسلام عليكم ان شاء الله في الفيديو واحد اخر سلام عليكم باي 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 باي